بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها نوسع تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 172 ويبدأ هكذا: ذهبت إلى الحمام العمومي لأزيل عن جسدي وروحي ما علق بهما، ودخلت في حجرة البخار ووقفت عاريا أنتظر من يدلكني، ولكن دخلت فتاة وسيمة وتعرت عن مفاتنها وراحت تدلكني برقة ورشاقة، واستاء جميع من علم بذلك، ولكني لم أبالي وشكرت الحظ على نعمته. نص فانتازي جميل جدا، بيبدأ براح الحمام العمومي ودخل غرفة البخار وتعرض ملابسه وراح عشان يزيل عن جسده وروحه. خد بالك المفاجأة ان اللي جاي يدلكه فتاة وسيمة تعرض عن مفاتنها. يجوز لب هذا النص هو ان الجميع استاء، مفيش حد عرف الا لما استاء من الحكايه دي، بينما هو الراوي شكر الحظ على نعمته. فهنا المفارقه بين ان الناس الاخرين لما يستاءوا من شيء انت شخصيا شايف انه نعمه وبتشكر الحظ عليها. بس هو السؤال هنا لحضراتكم، هو في حظ؟ هي الدنيا دي ماشيه يعني بالحظ، وده حظ كويس وده حظ وحش، اللي عايز يشوفها كده يشوفها. بس الدنيا مش ماشيه خالص كده، الدنيا دي ماشيه كالساعه بل ادق من الساعه. قبل ما اختم بس احكي لكم لقطه طريفه. كان في فائزه فازت بجائزه الاستاذ نجيب محفوظ اللي بتقدمها الجامعه الامريكيه، والاستاذ طبعا ما كانش بيحضر هذه الحفله بتاعت الجامعه الامريكيه، فهي الاديبه الفائزه راحت تسلم على الاستاذ، كانت اول مره تشوفه يعني، راحت بيته. الاستاذ في بيته كان في زوجته وبنتينه موجودين، ودخلت هذه السيده الفائزه الاديبه واول مره تشوف الاستاذ نجيب، فهجمت عليه احضان وقبلات. فبصوا التعبير اللي قاله لها الاستاذ نجيب، طبعا موقف محرج، مراته واقفه وبناته واقفين وبتاع، فقال لها ايه، انت فاكره ان الجايزه بص. وهذا ما قدر الله لنا ان نقوله، والله اعلم.